ونرجع نتكلم تاني عن كلام. ازيك يا مروه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معايا بنتي والدها لها 4 شهور بالشفة الأرنبية. تمام يا مروه. شفة أرنبية بس، سقف حلقها موجود وكل حاجة. تمام، ده هاي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بس جاية معاها برضي بلوحة كده في اللسة بتاعتها. في اللسة؟ فانا عايزه اعرف هل هي تعملها حاليا العمليه ولا امتى، والتجميل بتاع العمليه بيتعمل بعد العمليه على طول ولا بعديها بفتره، يعني في عمر كام بيتعمل التجميل؟ حاضر يا ست الكل. حاضر. مروه، الشفه الارنبيه هي عمليه تجميل من الاول، يعني هي من الاول عمليه تجميل، فهي ان شاء الله تبقى عمليه واحده باذن الله طالما ما فيش فيها مشكله، طالما هي شفه ارنبيه فقط لا غير. بس دايما ارجوك روحي لدكتور جراح التجميل متخصص جنبك او تشرفينا طبعا، وبك لان ساعات انت بتتهيأ لك انها شفه ارنبيه بس ساعات بتبقى معاها جزء في الانف يبقى فيه مشكله، وساعات يبقى فيه جزء في سقف الحلق يبقى فيه مشكله، فارجوك تتعرضي على متخصص عشان نحدد الموضوع. لكن هي كلها عمليه تجميل، وعاده بتحتاج عمليه واحده لو هي شفه ارنبيه بس، لكن لو هي مع حاجة تانية ساعات بنبقى محتاجين عملية تانية أو تالتة على حسب احتياجنا ليها، وبنصلح جزء بجزء. إن شاء الله بنتك تبقى زي القمر ومفيش فيها مشكلة، والشفة الأرنبية من الحاجات السهلة إن شاء الله اللي بتجيب نتائج هايلة، والبنت بتعيش حياتها بشكل طبيعي بإذن الله بعد كده.